زمن الفن الجميل وهم عشناه وكذبة بنورثها لأجيال ورا أجيال. طب يلا بينا بقى نوارب الستارة على الزمن الجميل اللي الناس بتحلف بيه لغاية دلوقتي، وزي ما اتفقنا هنوارب الستارة بس مش هنفتحها للآخر. يلا بينا جاهزين، شدوا الحزام وطولوا بالكوا ما تتصدموش. في البداية المهرجان كلمة فارسية أصلها من كلمتين، الأولى مهر ومن معنيها الشمس، والتانية جان ومن معنيها الحياة أو الروح. المهرجان بيتعمل احتفالا بحادث سعيد أو إحياء لذكرى عزيز. المهرجان الخطابي يعتبر تجمع بيحضره جماهير غفيرة علشان تيجي تسمع الخطب. المهرجان في مصر بقى ليه شكل تاني مختلف خالص. تسمية المهرجان ملهاش أي علاقة بأصل الكلمة من قريب أو بعيد، وكمان مفيش مخلوق عارف سبب التسمية دي إيه. موسيقى مزعجة متعدلة إلكترونيا وإيقاعها ثابت، وكلمات عن الفقر والظلم وغدر الصحاب والمخدرات والفلوس والصياعة ومنطقتك واي حد يجي اسمه على بالك، وحاجات تانية كتير انتوا عارفينها. المؤديين فيها اسمائهم اغرب من الخيال. يلا بينا نشوف بقى المهرجان في مصر بدأت قصته منين. اسباب انتشار المهرجان في مصر، في سببين رئيسيين لانتشار المهرجان في مصر بالصورة الرهيبة دي. اول سبب ان هي مش مكلفة ماديا. السبب التاني ان المؤدي فيها او المغني زي ما بيسموه واحد من الشباب العادي خالص في المجتمع، وكلمات الاغاني كلمات بسيطة بتقولها الناس في حياتها اليومية. هنا بقى في نقطة مهمة، هي ان كل حاجة ليها خلفية تاريخية كانت سبب في ظهورها، فلازم نرجع بالتاريخ شوية لورا علشان نشوف السواد ده جالنا منين. ام كلثوم وعبد الوهاب هم اللي حطوا البذرة الاولى في السواد اللي احنا شايفينه دلوقتي. معقولة؟ ازاي؟ تعالى وانا هقولك. هم اول ناس دخلت الكلمات الهبطة في اغانيها، وكل جيل بيتكلم وبيقول الكلمات بتاعته على حسب ثقافته على حسب تعليمه، يعني ساهموا في وجود شطة وبيكا وشاكوش والناس اللي احنا شايفينها دلوقتي. في سنة 1926 غنت ام كلثوم الخلاعة والدلاعة مذهبي، من زمان اهوى صفاها والنبي. شوفوا النبي الايمان، النبي يعني الايمان ايمان. وفي سنة 53 سحب عبد الناصر اسطوانات الاغنية من السوق، وراح قال لاحمد رامي اكتب لها اغنية على نفس اللحن علشان يتغير الكلمات وتبقى انا اللطافة والخفة مذهبي. في سنة 1927 غنى عبد الوهاب 10 كوتشينة، زي ما غنى سيد درويش انا مالي ما هي اللي قالت لي، اغنية فيها كتير جدا من كلمات الايحاءات الجنسية. مرورا بقى برتيبة احمد اللي غنت الحب دح دح. مش عارف ايه اللي بقوله ده والله العظيم. المهم بعد 67 واستمرارا للانحطاط اللي كان عايشه المجتمع في الفترة دي، ظهر المطرب احمد عدوية اللي بيعتبر البعض انه السبب الرئيسي في ظهور اغاني المهرجانات او اغاني الهلس زي ما كانت بتتسمى في الفترة دي. بعدها ظهرت عايدة الشاعر صاحبة اكتر اغنية هلس اتغنت في السبعينات، الطشت قال لي. شعبان عبد الرحيم اول واحد استخدم الكلمات المتشابهة واللحن الثابت في اغلب اغانيه، وده الشكل اللي موجود عليه اغاني المهرجانات دلوقتي. مرورا بقى بسعد الصغير اللي بدا بالحمار في اغنيه بحبك يا حمار، وبعد كده دخل على جميع الخضار والفاكهه. اول بدايه حقيقيه لاغاني المهرجانات بالصوره الحاليه اللي هي موجوده دلوقتي كانت في سنه 2005، وبعد كده انتشرت بعد 25 يناير، وكانت الاغاني عباره عن كلمات عن الفقر والظلم والسياسه. ودلوقتي وصلنا لمرحله ان المغنيين دول بيطلبوا بالاسم النهارده علشان يغنوا في الدول الاوروبيه والدول العربية. ومع مرور السنين زاد المهرجانات وزاد الكلام القذر اللي بيستخدموه في أغانيهم. المهرجانات دلوقتي في المجتمع بقت شبه الشبح اللي بيطاردك في كل مكان، في المواصلات والأفراح والمحلات والشوارع، وأغانيه بتتصدر قوائم المشاهدات على السوشيال ميديا بعشرات الملايين. المهرجانات أصبحت للأسف مش ظاهرة هتاخد وقتها وتعدي، لا، المهرجانات أصبحت أزمة فكرية بيعيشها المجتمع. لما تتغنى في المدارس والطلاب والمدرسين يرقصوا عليها يبقى في حاجة غلط، لما المطربين دول يدخلوا مدرجات الجامعات وتبقى منصة لحفلاتهم يبقى في حاجة غلط، لما كلمات المهرجانات دي كلها تبقى عن الخمرة والمخدرات والزنا وأكبر الكبائر يبقى في حاجة غلط، لما تتاح ليهم الفرصة لوجودهم وغنائهم واستضافتهم يبقى في حاجة غلط، لما أطفال لسه بتتعلم الكلام وأهاليهم منشروا فيديوهات ليهم وهم بيغنوا القرف ده يبقى في حاجة غلط، غلط وغلط وغلط. غلط في عدم المتابعة، وغلط في أسلوب التربية، وغلط في التوجيه، وغلط في اختيار الصحاب.
الصحاب، والأكبر من كل ده غلط إن الإنسان يعيش من غير هدف أصلاً في حياته. طب وآخرتها الحل إيه؟ لازم نرجع تاني نتابع أولادنا وفكرهم وأصحابهم، لازم ننوع في أساليب التربية بطرق مختلفة وأفكار جديدة. من ناحية وزارة التربية والتعليم ما سكتتش واتدخلت وأرسلت خطابات لجميع مديريات التربية والتعليم لعدم إذاعة أي أغاني مهرجانات في الإذاعة المدرسية وأثناء الاحتفالات والأنشطة المدرسية والمسابقات. أنا خلصت والقرار في إيدك أنت لو كنت مسؤول أو كنت مستمع. وكالعادة طولت عليكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.